التعليم في لواء حيفا عمليا موضوع قانون التعليم الإلزامي في جيل 3 إلى 4 سنوات مطبق في أغلبية المدن والقرى العربية في لواء حيفا ما عدا 3 مدن وقرى وهي باقة الغربية جد وقرى. من السنة الدراسية القادمة سيطبق هذا الموضوع أيضا، ليس قانون تعليم إلزامي وإنما قانون تعليم مجاني أيضا في هذه 3 مجمعات السكنية، أي أن جميع طلاب العرب ما عدا 3 هذه المجمعات موجودين داخل هذا القانون. في السنة الدراسية القادمة في كفر قرع هنالك إمكانية لفتح حوالي 20 صف في روضة جيل 3 إلى 4 سنوات. أتكلم الآن عن عدد الطلاب المحتمل والممكن، نفس الشيء في باقي الغربية في جد حوالي إمكانية لحوالي 14 روضة جيل 3 إلى 4 سنوات. لا أستطيع أن أقول لأنه واجزم أن جميع هذه الروضات ستفتح في السنة الدراسية القادمة، ولكن بالتدريج خلال 3 سنوات جميع الطلاب في هذه الأجيال سيكون بنطاق تعليم إلزامي ومجاني. بكل ما يتعلق في المباني، هل السلطة المحلية جاهزة؟ وزارة التربية والتعليم بدأت بتمويل وبرصد ميزانيات خاصة لهذا الموضوع. بعض السلطات المحلية غير جاهزة من ناحية الأرض ومن ناحية الإمكانية البنية التحتية، ولكن كل سلطة محلية تكون جاهزة من ناحية التخطيطات من ناحية الأرض ومن ناحية البنية التحتية سيكون يتم تزويتها ويتم رصد مبالغ كبيرة لبناء روضات بسكنية. كل ما يتعلق بالمربيات، هل يتم تأهيل مربيات في هذا؟ مثل ما هو معروف هنالك فائض بعدد المعلمين والمربيات في الوسط العربي، ولن تكون مشكلة مثل الوسط اليهودي في هذا المجال. جميع الروضات والبساتين سيكون فيها معلمات وأهلات لهذا الجيل. باختصار أبو مفاد، يعني أنتم جاهزون لتعليم من جيل 3 إلى 4 تعليم المجاني؟ اللواء حيفا جاهز تماما لتطبيق توصيات لجنة تراختنبرغ في السنة الدراسية القادمة، ونأمل أن التخطيط ينجز مثل ما هو مخطط له من ناحية وزارة التربية والتعليم من ناحية لواء حيفا. نحن جاهزون. تسمعون انتقادات وطبعا شكاوى وربما بعض الأمور طبعا المداخلات بكل ما يتعلق بالسلطات المحلية وتقصير من السلطات المحلية، وهذه طبعا تقارير تأتي من المفتشين. هنالك تساؤلات أكثر من هي مشاكل، يعني هنالك تساؤلات على عدم وربما وضوح بعض النقاط الضبابية في بعض التعليمات، ولكن نحن هنا لكي نوضح كل ما يجب توضيحه. بالنسبة للمشاكل السياسية المحلية نحن لا نتدخل بها، كل سلطة محلية لها ظروفها الخاصة بها، ولكن نحن بخدمة الطلاب بخدمة الأهالي وسنقوم بذلك.